لهذا الزوج عدم رغبة زوجتك في العلاقة الحميمة ليها سبب غالبا عندك انت. يعني فشوف انت، هل انت مش حنون عليها؟ هل انت اشعرتها ان هي فقط دورها الوحيد هو العلاقة؟ هل انت مثلا يعني بتوصل لها الرسالة على انها انا عايز كده يبقى هو كده، يبقى لازم كده اي وقت انا عايزه واي تحت اي ظروف وانت مالكيش راي؟ ده بيحصل لحد دلوقتي بالرغم من التقدم في الثقافات والتقدم في التعليم وكل حاجه، بس ما زال في بعض الازواج بيعملوا كده. حتى لو زوجه مستكينه او ان هي عايزه تعيش زي ما بنقول، او ان هي بتسمع كلامه احيانا، هتبقى خلاص ماشي تسمع كلامه كجسد بلا روح. فانا بقول له بعد بدل ما تصرف فلوس في ادويه وحاجات وكلها لا قبل لنا بضمان خلفياتها ايه ولا تاثيراتها ايه، انا بقول ممكن تعمل حاجه تانية ببلاش من غير اي تكاليف. كلمه حلوه، ابتسامه رقيقه، طبطبه، شويه حنيه، وكل حاجه هتبقى نتيجه فوق ما تتصور.